Sí, no checa. No checa. نينا، انت كنت بتدوري على الشهرة ولا جاتلك بالصدفة؟ ويا ترى غيرتي في حياتك؟ طبعا ما حدش يكره ان هو يبقى مشهور، بس انا مبسوطة لحاجة تانية خالص، انه اهلي فخورين بيا قوي. لما بمشي في الشارع الناس بتشاور عليا وبتردد اغانية. لا مش عايز بلغ شريف ان الملحن اياد الزيداني معانا على التليفون. بتحبيني؟ بحس بجد ان انا مشرفة بلدي. سيبك انت، حب الناس ده بقى هدية من عند ربنا. واضح ان عندنا كمان هدية كبيرة النهاردة. عندنا يا جماعة في شيري لايف معانا هديه للموسيقى العربيه. هو طور الموسيقى العربيه وخرجها بره حدود الوطن العربي. النهارده واحد من الناس اللي دخلت انماط مختلفه للموسيقى العربيه. النهارده معانا واحد يا جماعه من عباقره الملحنين المعاصرين للموسيقى العربيه. هقول لك حالا، حيوا معانا الاستاذ اياد الزيداني من لبنان. يا جماعه كيفك استاذنا؟ اياد، انا مبسوطة جدا بتليفونك ده، بجد انا سعيدة قوي وفخورة وكل فخر ليك يا ست نينا. دخيل الله اللي بذرك، شو كل هالفخر يلي انت فيه؟ انت اساسا على الطرب المصري والعربي، وفي محطات تلفزيون اللي مثلك بيحط ارقام تليفوناتهم. حبيبتي شفافك حلوة وخصرك بيجنن وتغييرك بياخد العقل. بس هول منيح للتخت، مش حارس منا. حنقطع المكالمه يا شيف، لازم نقطع المكالمه. واضح ان الخط فصل يا جماعه، فاحنا هنفصل ونرجع لكم. نينا ما تلاقيش، هتظبط كل حاجه. نينا ما تلاقيش. حد يا جماعه ياخد المايك. على فكرة مش هتلاقي حاجات نازلة، الحاجات حلوة اهي. ما عندناش ملابس محجبات، ما في بناطيل اهي وجيبات ماكس عندي. ثانية واحدة، تعالي هنا بقول لك. ما فيش قياس. يعني ايه ما فيش قياس؟ هشتري عمياني كده؟ وبعدين ما عندك ناس بتقيس اهو. القياس لزباين المحل اللي بيشتروا. وانا يعني قست عشان اشتري؟ وبعدين انت مالك؟ من ساعة ما دخلت المحل عمالة تلف ورايا تلف ورايا. وانت يعني كنت بصيتي على ثمن الحاجة الأول اللي عايزة تشتريها؟ ده ب 1000 جنيه وده ب 700 جنيه. معاكي 1700 جنيه؟ أنا فاكر البيس صغير كان بيجي يقلب المحل، هو عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يطمنا عليه يا رب. عادل، بعد ما تخلص مدام داليا غير هدومك وتعالى لي على المكتب علشان عايزك. ليه يا مستر؟ حضرتك تبعتني لحد؟ يا اخي ما تستعجلش، لما تغير هدومك ويجيني المكتب هبقى افهمك. استاذ حسين، رئيس القناه عايزك على التليفون. ايوه يا فندم، تحت امر سيادتك. ايوه يا فندم. يا فندم طب انا ذنبي ايه؟ ما هو مش اول مره يضحك على الهوا. حاضر حاضر.
حاضر يا فندم. تحتمل. حاضر يا فندم، هصلح ده بعد الفصل ان شاء الله. بس ارجوك تبلغ سياده المدير اعتذارنا. جاهزة نينا؟ جاهزة. وصلنا ورجعنا لكم في شيري لايف. كمان الحلقة كانت سكت على الآخر قبل الفاصل. والله يا نينا أنا كنت فاكر إن أنتِ مش هترجعي بعد الفاصل. وما رجعش ليه يعني؟ هو الكلام بفلوس. انا احييكي على ثقتك بنفسك بجد. طب يا ترى عندك رد على الاتهامات اللي اتقدمت لك قبل الفاصل؟ هيا يا جماعه، حد عنده حاجه ثانيه عايز يقولها؟ وانت عندك حاجه عايز تقولها؟ لا اتفضل. الباشمهندس بتاعك العبقري اللي اتصل، ايا كان بقى ملحن موزع ما يخصنيش، انا اللي يهمني راي جمهوري، وجمهوري بيحبني، وشرايطي بتتباع ومكسره الدنيا، واغانيه مليانه في ديسكوهات مصر كلها، وحفلاتي مليانه على اخرها، يعني رايه ما يخصنيش في حاجه، انا اللي يهمني راي جمهوري، وجمهوري بيحبني، مش كده ولا ايه؟ انا بغني عشان في مخرج بيخرج لي، وفي منتج بينتج لي، مش برخصه زي ما المحترم قال لك دلوقتي. طب يا ترى يا نينا مكاسبك الادبيه وخصوصا الماديه يعني تستاهل انك تحطي نفسك في موقف محرج زي اللي اتحطيتي فيه من شويه؟ يعني ايه؟ مش فاهمك. بتكسبي كتير يعني؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما بكسبش؟ طبعا الناس فاكره ان انا ياما هنا ياما هناك، بس الحقيقه بقى ان انا ما بكسبش، وان في ناس تانيه هي اللي بتكسب من ورايا. ناس تانيه زي مين؟ زيك. زي انا؟ ازاي يعني؟ يعني تجيبني في البرنامج بتاعك عشان عارف ان الناس بيحبوا يتفرجوا عليا، تتريق عليا ماشي، البيه المحترم بتاعك يتصل يشتمني على الهوا ما يضرش، اهو كله مصلحه، البرنامج كده يسخن اكتر والناس تتفرج اكتر وتبيعه اكتر واكتر، وهو كله مستفيد. وطز فيا انا بقى، يبقى كسبت كده ولا ما كسبتش؟ شريف سامعني؟ قفل الحلقة. كسبنا كلنا حلقة مش هتتكرر تاني. وإن شاء الله نكسب الماتش النهاردة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من شاري لايف. أشوفكم في الحلقة الجاية على خير إن شاء الله. يا فنان حصل لك ايه؟ مخك راح فين؟ مش عارف تحاور بنت زي دي. خير هيجي منين الخير وانت مسخسخ لي على الهوا؟ ايه اللي بيضحكك قوي كده يعني؟ خلاص مش قادر تمسك نفسك كده ولا بكلمك؟ انت مستمعني ولا ايه؟ مش شايفني؟ ايه يا شريف حصل لك ايه؟ مالك؟ مش عارف ترد عليها؟ خلاص الخمره لحست دماغك؟ ما تفوق لشغلك يا اخي. ده برنامجي انا، اديله بالطريقه اللي تعجبني. مفيش حاجه اسمها برامجي وبرامجك. ايه العك اللي بتطوله ده؟ دي كلها برامج القناه، واهم حاجه اسم القناه اللي مشغلاك ومشغلاني. لا 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 مشغلاك انت لكن انا لا، انا شريف ناجي، يعني القناه دي كلها شغاله على حسي انا. الله يرحم شريف ناجي. بص يا حسين، انا عارف شغلي كويس قوي. انت كل همك الاعلانات، واقف الطالع. لو جت شركة واحدة سحبت اعلاناتها مني ابقى حاسبني. لا يا حبيبي مش انا اللي هحاسبك، يا ريت اقدر.
البنت اللي انت هزقتها من شويه دي، ولا انا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفه انها مرافقه سليم صالح. وشوف انت بقى سليم صالح ده واصل لحد فين. اللي هيحاسبك يا نجم صاحب القناه اللي مشغلني ومشغلك واللي مخليك بني ادم واللي مركبك عربيه قد كده واللي من فلوسه بتدفع الخمره الزفت اللي مبوظلك دماغك. سليم صالح يا حبيبي اتصل بالمدير عشان يحقق معاك. خلي بقى شهرتك دي تنفعك، بحط شهرتك دي. بص بقى يا حيوان انت، السواد اللي في قلبك من ناحيتي ده انا عارفه من ايام الجامعه.